السلام عليكم، معاكم مستر محمد. انا طبعا قلت ان انا اعمل الفيديو ده على السريع كده، لان في بعض من زميلكم طبعا بعتولي بعض الاجابات ولقيت ان فيها بعض الاخطاء، فقلت لازم ان احنا برضو نعمل مع بعض على او نحل مع بعض على السبورة علشان يكون الحل احسن او تستفادوا اكتر او كل واحد يعرف ايه المشكلة اللي عنده ويبدأ يعالجها. في حاجات صغيرة كده قبل ما نبدأ مع بعض الترجمة، الناس يعني المفروض بما انهم كبار او في ثانوي، حاجات كتير بلاحظ ان الناس بتغفل عنها او بتسيبها او بتكبر دماغها، وده طبعا ما ينفعش، لان المفروض ان انا كطالب ثانوي المدرس اللي بيصحح لي بيبدأ يحاسبني اكتر بكتير جدا من اعدادي. احنا ننسى اعدادي خالص، لان احنا يعني كنا بنقف في المدرسة او المدرسين بتوعنا عارفيننا، بيعدوا حاجة، بيتغاضى عن شيء، لكن في الثانوي الى حد ما وبالذات ثالثه ثانوي بيبقى فيها شديه شويه في التصحيح. في بعض المدرسين بيشددوا في قلب الكابيتال السمول الزمن، وده طبعا شفته في قلب الاجابات. طبعا الناس الكويسه او الشاطره او اللي حاولت معايا وبعتت لي اجابات وفرجت عليها انا شكرتهم طبعا، وحتى لو هو غلطان كفاية ان هو بيحاول او ان هو بيجتهد. لكن انا شايف ان في ناس كتير الى حد ما مكبرة دماغها او ما بتحاولش او مستنية ان الحاجة تتحل وخلاص، وده طبعا حاجة مش كويسة. المفروض ان انا مدام التحقت او عملت جويند للجروب او للقناة، يا اما استفاد يا اما يبقى ملوش لازم. فالمفروض الحاجة ان احنا ننزلها الاقي تفاعل من الطلبة او الاقي في ناس بتحاول تجتهد او ناس بتحاول تذاكر. هنشوف مع بعض كده الجمل اللي انا كنت مديها لكم في قلب الجروب ونحاول نحلها مع بعض، ونشوف ايه الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها ونحاول ان احنا نتجاهلها بعد كده. الديمقراطية هي حجر الاساس في عصرنا. اولا كلمة هي ليه تكون، يعني ام واذ وار، يبقى لو لقيت هي او هو كأنها ام او اذ او ار، يبقى هنبدأ بإيه؟ هي بدأ عندي أصلا بالديمقراطية، وأنا هبدأ بديمقراسي الديمقراطية برضه، لأن هي يعتبر الفاعل بالنسبة لي. يبقى أول ما هبدأ بالفاعل بتاعي. مالها بقى ديمقراسي؟ بتكون اللي هي يعني إز، اللي إحنا خدناها قبل كده في الترجمة أنا وأنتم مع بعض. ديمقراسي إز حجر الأساس. طبعا أنا برضه ما رضيتش إن أنا أديكم الكلمات او ادور على الكلمات الموجوده في كل جمله واقولها لكم، لان انا عايزك تجتهد او تحاول او تدور، لان لما انت بتدور الجمله بتثبت في دماغك او الكلمه بتثبت في دماغك. اسمها كورنر ستون، في ناس جابتها لي صح وفي ناس ما جابتهاش. يبقى از ذا كورنر ستون هي حجر الاساس في عصرنا. في ناس برضو بعتت لي ايج وتايم. الأجمل كلمة اسمها era، in our عشان عصرنا era، يعني عصر، ودي كلمة جميلة جدا ومهمة جدا. لو احنا ركزنا كده مع بعض، في ناس كبالي ديموكراسي بتدي العادية، لو أنا في ثالثة ثانوي وممكن واحد مدرس يروح جاي منقصني عليه، هو بيدور على أي حاجة ممكن يتلكلك عليها. فأنا المفروض دايما وأنا بكتب القواعد بتاعتي زي ما احنا قلنا verb to be، عرام ان هو هنا هي او هو، وكنا قلنا قبل كده ان انا ممكن ما يبقاش موجود عندي واجيبه، وبرده ابدا بالكابيتال احط نقطه. الكلام ده كله انت اصلا بتكتبه في الباراجراف، فانت المفروض طبعا الحاجه دي تفيدك بما انك بتنفذ الكلام ده في الباراجراف، نفذه برده في الترجمه عشان ما تديش لحد فرصه ان هو يمسك عليك واحده او يقللك في الدرجات. طبعا برده من ضمن الناس اللي بعتت لي ان كاتبين لقد سافر الرئيس الى الصين. احنا قلنا وشرحنا مع بعض طبعا الجمله ديت في اول فيديو، اللي ما اتفرجش على اول فيديو، وده المفروض طبعا عشان تبقى متابعني لازم تاخد الفيديوهات بالترتيب. قلنا لما الاقي لقد ومعاها فعل في الماضي يبقى بريزنت بيرفكت، المضارع التام. في ناس حلتها على الباست سيمبل، فانا عشان كده بعت لهم برضو قلت لهم انت لو كنت ركزت في قلب الفيديو كنت هتحل سهل جدا. يبقى لقد سافر، يبقى ده هيبقى بريزنت بيرفكت. يبقى هو اللي بقى ذا President مفرد يبقى ايه؟ has traveled to China، وخلي برضو China capital، خلي بالي من الحاجات دي كلها، the capital، وخلي بالي من الزمن بتاع الجملة has traveled،
تو تشاينا. مصر دولة مهمة في الشرق الأوسط، هي كده كده بدأ بالفعل بتاعها تبقى ايجيبت. دولة مهمة في الشرق الأوسط. أنا جيت بصيت كده مكتوب مصر دولة على طول. أنا عندي في الإنجليش لازم فاعل وعايز فعل. طب هو فين الفعل بقى اللي إحنا قلنا عليه اللي هو مستتر مش موجود قدامي اللي هو أم وإز وآر؟ يبقى إيجيبت إز، ونرجع تاني مع بعض والحاجات اللي إحنا قلناها قبل كده، دولة مهمة. يبقى أنا أعمل إيه؟ عندي هنا صفة وموصوف. طيب أرجع تاني برضو كلمة مهمة يعني إيه؟ إمبورتنت. لو أنا كتبت إيجيبت إز إم important، لان احنا قلنا الصفه قبل الموصوف، country، هيطلع عندي هنا غلطه صغيره. Egypt is an important country. يبقى انا بخلي بالي من الحاجات البسيطه السهله اللي بقع فيها وبعديها وبيتحاسب عليها درجات بتروح مني. يبقى Egypt is an important country in في the Middle East. في ناس طبعا كانت شاطره وكتبت لي الكلام ده وكتبه كابيتال، في ناس ثانيه كتبت ام عاديه وايه عاديه. ميدل ايست ديت اللي هو الشرق الاوسط بتبقى كابيتال. انا هنا كابيتال قلنا على ام وايز وار اللي هي مش موجوده في الجمله وبجيبها من عندي، الصفه قبل موصوف، كل ده حاجات احنا شرحناها قبل كده، برضو عندي هنا كابيتال. يبقى الحاجات ديت صغيره وبسيطه بس طبعا بتروح مني درجات لو انا مش مركز فيه. دول اول ثلاث جمل. هنشوف برضو اللي كانوا موجودين عندكم، قد أقابلك غدا، قد أقابلك غدا. قلنا قبل كده وشرحنا كلمة قد أقابلك، يبقى في الفيوتشر، يبقى أنا اللي هقابلك، يبقى I may meet you اللي هو أنت tomorrow. في ناس كتبت لي وطبعا أنا حاولت برضه إن أنا أحل معاكم مع بعض علشان نقول بعض الأخطاء ونتعلم من الأخطاء بتاعتي. في ناس كتبت لي ممكن أقول I am meeting you tomorrow. طبعا الناس ديت او اللي بعت لي الكلام ده بيتكلم على اساس ان هو في عندي في المستقبل ام از ار فيربز اي ان جي. طبعا لو انا استخدمت ام از ار فيربز اي ان جي هبقى انا هنا بعمل ترتيب، وده الكلام خدناه قبل كده، ارينجمنت ان ذا ايه فيوتشر. يبقى هنا الجمله عندي مش تنفع، لكن هنا قد اقابلك انا ممكن اقابلك بكره، ممكن وممكن لا. يبقى لازم هنا استخدم كلمه مي اللي احنا قلنا عليها في الشرح بتاعنا واحنا شغالين مع بعض. برضه عندي هنا بنى المصريون القدماء او القدماء المصريين مش هتفرق بالنسبه لي، حضاره عريقة أو عظيمة. طبعا هنا أهم حاجة عندي برضو والكلام ده احنا قلناه في الأول، الزمن التنس بتاع الجملة، present، present perfect، past، past continuous وهكذا. طبعا أنا جيت بصيت هنا عندي هبدأ ب the Egyptian، the ancient Egyptians القدماء المصريين، the وده الأجمل طبعا، the ancient Egyptians القدماء المصريين، مالهم بنوا البلد، بنوا ايه؟ حضارة عظيمة، صفة موصوف، يبقى a عشان هنا مفردة، a great civilization. في ناس كتبت كالتشر، هي كالتشر ثقافة وليست حضارة، يبقى اسمها A great civilization. برضه نشوف الجملة اللي بعدها، يؤثر التدخين، ودي في ناس بعتت لي إجابة بتاعتها إجابة جميلة جدا، على الصحة تأثيرا خطيرا. طبعا الكلام ده احنا شرحناه قبل كده برضه في الفيديو اللي فات اللي هو المفعول المطلق، قلنا ما بيترجمش بس بنعمل ايه؟ بنحط مكانه ادفيرب. ايه اللي هيأثر عندي؟ التدخين، اللي هبدأ بايه؟ السموكينج اللي هو التدخين، وابدأ بكابيتال. يبقى السموكينج بيعمل ايه؟
بيأثر على، وانا قلت لو انتوا قبل كده لو انتوا فاكرين كلمة يؤثر على بحرف الجر بتاعها في الانجليش affects، وخدت اس ليه؟ عشان مفرد. يبقى smoking affects هيأثر على ايه؟ على الصحة، تبقى health، هيأثر عليها ايه؟ تأثيرا خطيرا، اللي هي بيسموها بطريقة سيئة يعني عندنا في الانجليش badly، بطريقة سيئة او تأثير ايه؟ خطير. يبقى انا هنا استخدمت الادفيرب الظرف او الحال عشان اجيب تاثيرا خطيرا، يؤثر تاثيرا خطيرا زي اللي كنا واخدينها قبل كده، تهتم اهتماما كبيرا. اخر حاجه ان المخدرات خطر عظيم. هبدا هنا بايه؟ بالمخدرات على طول، لان احنا قلنا ان كلمه ان مالهاش لازمه عندي، واحنا شرحناها برضو في الفيديو الاولاني. يبقى دراجز كابيتال برضو، ار مالها؟ ار ايه؟ خطر عظيم، اجريت، وقلنا خطر دينجر وليس دينجرس، وخلي بالك الحته دي عشان الناس تغلط كتير. دينجر ده اللي هو الايه؟ الناون. يبقى المفروض اخلي بالي برضو من ناون الادجكتيف الادفيرب اند سو اون. يبقى برضو عندي هنا لو انا لاحظت تاي ام واز وار ديت اصلا مش موجوده عندي في قلب الايه؟ الجمله، ولكن انا جبتها من عندي اللي هي المفروض برضو مخدرات بتكون خطر ايه؟ عظيم. ديت بعض الملاحظات طبعا اللي انا شفتها، واخلي بالي زي ما احنا قلنا قبل كده الكابيتال السمول الام الايز الار التنس بتاعي اللي احطه في اخر فول ستوب، لو انا عندي الزمن بتاعي التنس اخلي بالي منه. لو انا مارست كتير ترجمه ترانسليشن هتلاقي العمليه سهله جدا. اتمنى طبعا انكم تدعموني بلايك وتعملوا سبسكرايب، وزي ما قلنا قبل كده اعمل او اتك على رمز الجرس واستخدم كلمه اول عشان من غير ما تتعب هيجي لك كل الفيديوهات بتاعتي، علشان مش كل شويه بقى مثلا نقعد ننوه ونقول ده في فيديو نازل او المستر عمل فيديو، فانت لما بتريح دماغك وتعمل هنا رمز الجرس هتلاقي عندك بعد ما تعمل سبسكرايب تتك على كلمه اول اوتوماتيك على طول اي فيديو انا هعمله هينزل من غير ان انت تتعب نفسك. اتمنى ان انتوا تعملوا تفاعل معايا علشان احس ان في نتيجه او الناس مهتميه، لان انا طبعا لو حسيت ان الناس اصلا مش حابه المحتوى او مش عايزه او مستغنيه يبقى هو اصلا كده احنا يعني بنشتغل على الفاضي. فانا احب ان انا الاولاد اللي اشتغل معاهم لازم يتفاعلوا معايا ويحبوا الماده ويحاولوا ان هم يجتهدوا ويتعبوا. ولو انتم ملاحظين انا بحط حاجات بسيطه بحيث ان انا ما بكبرش الفيديو بتاعي بحيث الناس تمل وتزهق وتبقى حاسه ان الحاجه تقيله عليها. اتمنى انكم تتفاعلوا معايا، وان شاء الله هنزل لكم برده فيديو جديد، وهنزل لكم برده اسئله ونحل مع بعض ونعمل براكتس كتير عشان نبقى افضل من اللي احنا موجودين عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.